باند مينلي بيلعب بالميوزك بتاعت باند انجليزي شهير جدا اسمهم ذا بيتلز. ذا بيتلز لعبوا مزيكا في الستينات، ابتدوا من سنة 62 وعملوا انقلاب في عالم الموسيقى، وكان ساعتها في كمان ثورات بتاعت الحب والسلام والحروب وكده. فرقة معمولة بتحيي ذكرى البيتلز او البيتلز نفسهم، بنلعب الاغاني بتاعتهم. أسسنا الفرقة دي مع بعض من حوالي 8 سنين فاتت. جمهور كبير جدا، كلهم بيحبوا البيتلز، بييجوا يغنوا معانا بيبقوا مبسوطين لأن الناس كلها بتحب البيتلز جدا. بحب احضر حاجه زي كده طبعا، واحب يبقى في كونسرت زي كده كتير. كلنا فانز للبيتلز، كلنا بنحب البيتلز جدا. فايب حلو جدا والمزيكا حلوه جدا وهم جامدين جدا برضو. باجي عشان هم بيلعبوا بيكفروا المزيكا بتاعه الباند، يعني بيعرفوا الاجيال الجديده بالحاجات الجميله بتاعه الستينات والسبعينات. بتفكر ان البيتلز مزيكتهم سهله او انه هم 3 كوردز وخلاص والمزيكا بتخلص، بس احنا ما دخلنا جوه ولعبنا لان الموضوع مختلف تماما. العالم مليان كله بيتلز تريبيوت باندز، بس في نفس الوقت عندنا برضو عندنا طموح ان في يوم من الايام ممكن نطلع نعمل ده بره، في يوم يعني نعمله في الدول العربيه ثانيه، ولو امكن يعني اظن حلمنا الاكبر ان احنا نوصل لليفربول اللي هو مكان البيتلز الاصلي، نروح نلعب هناك. فريق جلاس اونيون يقدم حفلا لاعاده احياء موسيقى البيتلز التي اثرت في عالم الموسيقى في فتره الستينيات وبدايه السبعينيات.